ستقوم بتزكية شخصين. شخصين أنت طبعاً من ضمنهم. أنا من ضمنهم نعم. من ضمنهم. وبالتالي ما حد له الحق في إبداء الامتعاض أو الاعتراض على. بس ما من قبيلة عنزة نزة الرئيسي كمثال عسكر العنزي النائب السابق. هذا شأنه اللي يخرق قاعدة الأسرة الكبيرة وهي القبيلة. هذا شأنه يعني فيما هو معلوم أن القبيلة حينما تعمل هذا التشاور من أجل الخروج بآلية واحد صفوف هذه الأسرة تجمع الشتات. حنا الآن في المنطقة الرابعة يعني الجهرة لا بواكي لها حقيقة يعني. ولذلك يعني ظلمنا ظلم كبير وفي ظل يعني هذا الزخم. ليش ظلمتم؟ أنا أقول لك يعني الظلم اللي وقع في الدوائر الخمس. إن بغيتم نتكلم عن قضية الدوائر الخمس ما عندي مشكلة. نسبة وتناسب كدوائر ككل. يعني أنا أعطيك مثال الآن الأعداد الناخبين في الكويت 400,000 هذا يعني رسمي. نعم. 400,000 وزيادة. نسبة الدائرة الرابعة والخامسة من هذه الأصوات 60%. ونسبة ثلاث دوائر الأولى والثانية والثالثة. وين النواب السابقين ما تكلموا عليه على هذه التقسيمة؟ هذا الشيء اللي حنا بصدد إن شاء الرحمن تعالى إذا الله وفقنا إن شاء الله وكنا من نواب الأمة أن نبدي اقتراح بتعديل الدوائر لأن هذا إجحاف وظلم. لماذا يعني أنا أوجه بس نقطة رئيسية. أبناء القبائل يعني بثقلهم يتواجدون في هاتين المنطقتين الرابعة والخامسة. وبالتالي يعني أعداد الأصوات من 400,000 60% لهاتين المنطقتين الدائرتين. طيب ثلاث دوائر الأولى والثانية والثالثة تأخذ 40%. ليش هؤلاء يأخذون 30 كرسي وحنا نأخذ 20 كرسي على سبيل المثال؟ ليش النواب السابقين اللي العشرة اللي مثل الرابعة والعشرة اللي مثل الخامسة ما حد فيهم تكلم؟ 20 شخص ولا واحد فيهم تكلم؟ ينبغي حقيقة يعني هذه وجهة نظر جيدة. ينبغي للناخبين أن يأتوا إلى هؤلاء النواب. ليش تصوتون على قرار هو ضدنا؟ هل المسألة فيها تلاعب؟ هل المسألة فيها رشاوة انبطاح قبيضة؟ هذا اللي حاصل. لذلك ينبغي أن نعي تماما مفهوم ما هو مفهوم النائب. النائب اليوم أنت نائب عن الأمة، أنت ما تتكبر على الأمة، أنت تحمل أصواتنا. وبالتالي أنت ينبغي لك يا نائب الأمة أن تتلقى الكلام وتتلقى الاقتراحات من الناخبين وما يريده ناخبين المنطقة. ما رأيك بدور نوابكم نواب الرابعة مثلا دورهم في أدائهم خلال المجلس السابق شلون كان أدائهم؟ والله شوف يعني أنت أنا ما أريد أن أدخل في أسماء. طيب لأن هذا ربما يعني يحسب علي وعليكم أيضا. لكن لا بشكل عام بشفافية ما يحسب علينا شفافية بشكل عام نواب الدائرة الرابعة يعني إلى حد ما يعني في منهم من يكون يعني حقيقة يعني بالنسبة لي أنا شخصيا كوني أنا ناخب من ضمن الدائرة بعضهم أعطيه امتياز وبعضهم أعطيه مثلا يعني اللي أعطيته امتياز يعني اللي أعطيته امتياز مثلا يعني على رأسه محمد هايف المطيري. شنو سوى؟ مواقفه جدا وطنية ومواقفه أيضا أنا بغض النظر أنا ما أتكلم. شوف أنا ما أتفق معاه في كثير من الأمور. من الأمور اللي ما تتفق لا أنا مستقل علشان الكل يعرف ما تتبع توجهي تيار. لا ما أتبع أي تيار ولا أتبع أي حزب للأمانة. وهذا الكلام أنا أقوله صراحة على الهواء. ودي أعرف شنو الشيء الإيجابي اللي سواه المرشح النائب محمد هايف. أنا مثل ما قلت لك أنا يعنيني بالنائب أمرين اثنين. نعم. الأمر الأول المحافظة على ثوابت الدين. نعم. هذا الثوابت راسخة في أهل الكويت من القدم. ولذلك المحافظة على هذه الثوابت وهذه القيم هذا يعني اللي التمست في محمد هايف المطيري. والتسعة التسعة أيضا يعني الوقت ما يسمح لي أن أتكلم لكن في لهم مواقف جيدة وبعضهم يعني اتهم مؤخرا لأنه يعني قبيض. في سلبيات ذكرت أن في سلبيات من قبل محمد هايف شنو هي؟ أنا ما قلت سلبيات. قلت أنا ما أوقف ويا مواقف أنا ما أتفق يعني في قضية مبدأ التحزب فقط اي نعم
الحزبية يعني يتمخض عنها. ورأيك بأحداث الشارع حركية اللي صارت، أحداث الشارع اللي صارت معناها صح حتى البدون، قضية البدون اليوم وأمس واللي قبل أمس أحداثهم قضية. طبعا أنا كلمة أوجهها لإخواني البدون أن هذا العمل غير مقبول إطلاقا. ليش؟ غير مقبول قضية التظاهر، ولأن قضية التظاهر أساسا يعني فيها نوع من الغوغاء وإثارة الفتن، وربما يحدث على إثر ذلك يعني إصابات إلى ما هناك، والقانون يمنع. بس هذه حرية تعبير من قبل الدستور. حرية التعبير في مكان تخصصه الدولة. نعم. وأن يكون هذا التعبير يعني وفق يعني الآداب العامة ما في بأس، لكن التظاهر أنا كنظرة أنا ليست نظرتي أنا. شلون تبيهم يعبرون إخواننا البدون؟ شلون تبيهم يعبرون قضيتهم؟ يعبرون قضيتهم من خلال الجهات المسؤولة، من خلال أعضاء الدائرة. وإذا الجهات المسؤولة ما الدائرة أنا فيما أعلم أن بعض الأعضاء مثل مسلم البراك مثلا وغير مسلم البراك، أنا ما هو تلميع للبعض يعني حتى لا يظن البعض أني أنا أرفع من شأن فلان دون فلان، لكن يعني بعض أعضاء الدائرة الرابعة تكلموا في قضية البدون. أنا بغض النظر عن ما وراء ذلك من دعاية إعلامية أو كان الأمر فيه إخلاص تجاه هذه القضية، هذه قضية إنسانية. هل تتوقع أن النائب مسلم البراك يقود البدون في الوقت الحالي؟ لا ما تتوقع؟ لا. إنزين المجموعة اللي كان يقتادها لاقتحام المجلس هل كانت بقيادته هو؟ هل كان معاهم إيش؟ يعني هل كان هو يعني كان ليد في اقتحام مجلس الأمة؟ هل كان هو العقل المدبر لهذا الموضوع؟ والله أنا كان مخطط له مثلا؟ هذا الشيء أنا ما أعلم عنه. مع الموضوع؟ ما أعلم عنه. لا مع موضوع الاقتحام؟ أنا مثل ما قلت لك هذا شيء أنا لا حقيقة ما عندي أي إلمام. لا 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 أنت مع موضوع الاقتحام فقط السؤال؟ لا 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 موضوع الاقتحام يعني هذا خطأ. خطأ. هذا خطأ. إيه؟ هذا خطأ كبير، وقاعة عبد الله السالم يعني هي قاعة الشعب في النهاية. وأعضاء مجلس الأمة يعني كان يعني يستطيعون أن يعبروا بطريقة أخرى، طيب من خلال يعني النصيحة، يعني السلف من قديم يعني كانوا يسرون النصيحة لولي الأمر، والذي ينبغي أن يكون هذا الأمر على هذا النحو، أن ينصح يعني أن ينصح ولي الأمر بطريقة سرية، وبحكم أنهم نواب للأمة أنا بإمكاني أن أقابل سمو الأمير مثلا. صح. طيب وبيبانه مفتوح صاحب السمو. نعم. لكن اني او اذهب الى الشارع اولا ومن ثم اذهب الى سمو الامير هذا خطا. وانا قضيه الحريه هذه مكفوله وكفلها الدستور. ويعني اذكر في ذلك يعني كلمه ايضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار، يعني هذه كلمه معبره وكلمه جميله. وقضيه حريه الراي يكفلها القانون يكفلها الدستور. ذكرت في كلامك أبو فهد أن الجهرة مو مهتمين نعم. فيها العشر نواب، شنو ناقص الجهرة؟ أنا أقولك شنو ناقصها، يعني الجهرة الكلام هذا يعرف أهل الجهرة تحديدا. المنطقة بحاجة إلى خدمات، على رأس هذه الخدمات يعني الأمور الصحية، يعني المنطقة بهذا الحجم التوسع اللي سواه بسيطة هذه أدت الغرض؟ اسمح لي، وبهذا العدد مستشفى واحد وحدث ولا حرج. أنا شخصيا أنا شخصيا والله ما أذهب إلى مستشفى الجهرة، سواء إذا أنا مرضت واحد من أولادي يعني أتحمل تكلفة الأعباء المادية أروح مستشفى العرف. خلنا نسوي دعاية لولد عمي منصور، دكتور منصور هو الخاص أي عندكم أي زين أي أنت تقول الجهرة زين الجهرة الجهرة أنتم أكثر أبناء القبائل أو أهل الشمال معنى أصح في متمركزين في هذه المنطقة، ليش ما يتحدون؟ ليش ما يحطون؟ أنا أرفض يعني هذا الكلام في قضية أهل الشمال، إحنا معنا أهل الشمال معروفة. لا هذه كلمة دارجة نعم، لكن أنا عندي امتعاض منها وعندي تحفظ على هذه الكلمة. تحديد للمكان، إحنا تحديدا يعني لما تكلمني إحنا يعني أكثر الأحمد يقول أهل الجنوب. أهل الجنوب
هذه كلمة مثل ما قلت هي الدارجة، لكن احنا من جهة يعني انا يحق لي ان يتحفظ على هذه الكلمة. احنا ما احنا من اهل الشمال، ما توقع احنا طال عمرك من اهل نجد تحديدا، اذا اردت ان تقول احنا اهل نجد، بس اهل الكويت احنا نظل لا شك، اهل الكويت اهل لا شك شيء. زين اهم شيء بالنسبة للنهاية نعم احنا اهل الكويت. نعم احسنت، هذه كلمة معبرة هذا اهم شيء يكون. في حالة نجاحكم راح تحالفون مع قبائل اخرى؟ والله هذه فكرة مطروحة وبقوة، وانا يعني اتامل حقيقة من يعني من القبائل الأخرى أن يتحالفوا حقيقة. أنا أدعو إلى التحالف، أدعو إلى التحالف، لأن هذا التحالف يضمن يعني كراسي منطقة الجهرة، لأن منطقة الجهرة لا بواكي لها، الجهرة لا بواكي لها. والدليل بس يعني انتخابات السابقة أحد المرشحين يمكن مطر طليحان لما قال الجهرة وخذت هذه، انعرفت على مستوى الكويت أو معنى الجهرة. والله كلمته يعني مع احترامي له وتقديري يعني الكلمة معبرة أكثر، لما قال الجهرة وخذت هو صاج يعني الكلمة صحيحة. أخذت من منه؟ يعني الكراسي أخذت، ذهبت الكراسي، وبالتالي الجهرة يعني ما يعني ما في اهتمام، ما في اهتمام لمنطقة الجهرة أبدا. ليش الدائرة الاهتمام فقط يكون متى؟ يكون في وقت، اسمح لي، يكون في وقت الانتخابات، الانتخابات فقط. وبعدها لما تتصل على واحد من الأعضاء مسكر جهازه، مسكر جهازه. ليش؟ منو اللي مسكر جهازه؟ أنت على الهوى الحين. أنا ما أبي أقول منو. إحنا عندنا جرأة ومصداقية. أنا ما حقيقة يعني ما يعنيني، وحقيقة يعني على أساس حتى ناخبين الدائرة الرابعة وأهالي الجهرة يعرفون نعم الشخص هذا. أتحفظ على هذا السؤال. دائما الدائرة الرابعة فيها منافسة شرسة. نعم. والسبب تحالفات القبائل مع بعض. ما في تحالف يعني في المرات السابقة في المجلسين الماضيين ما في. بالمعنى أصح مثلا أربع مطران أربع رشايدة مثلا محجوزة كراسيهم. هذه محجوزة كراسيهم بحجم العدد، العدد والأصوات. وعندنا في الجهرة يعني زخم كبير من الأصوات، لكنها يعني كما تقول المقولة التي تقول فرق تسد. والآن يعني في أخبار حول قضية أنه بعض أناس يعني يريدون أن يعني يفشلوا هذه الفكرة، فكرة الاتحاد أو التحالف ما بين بعض القبائل، يشكلوا يعني نسبة كبيرة من عدد الأصوات. وأرجع لو تسمح لي إلى قضية البدون. قضية البدون يعني هي مسألة شائكة ولا شك، والمسألة يعني هي إنسانية وكلنا نعاني منها. أنا من الناس أعاني. بس الحكومة وفرت لهم كل شيء. إيش اللي وفرت؟ الصحة والتعليم. أي صحة؟ أي تعليم؟ موجود لهم. أنا كلمك الآن، أنا بحكم أني أنا مواطن كويتي الآن وأنعم بفضل الله سبحانه وتعالى براتب جيد وبحياة كريمة، ومع ذلك الراتب ما يكفي. نعم. صحيح؟ طيب هذا الإنسان اللي ما يحمل وظيفة ولا 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 عنده يعني أبسط مقومات المعيشة، أمس الجريدة كيف تريده ينفق؟ من أين ينفق؟ أمس الجريدة ذكرت أن 30,000 مواطن خليجي يشتغلون بالكويت، يعني الكويت قاعد تجذب حتى مواطنين دول مجلس التعاون للعمل فيها. هؤلاء يعني يحملون صفة، هؤلاء يحملون صفة شرعية قضية. نعم. لكن البدون أنت إيش قاعد تسميه؟ شنو اسمه؟ هل كل البدون يستحقون؟ المقيمين بصورة غير شرعية، هل هم بيد الحكومة أو النواب؟ يعني لا شك نواب الأمة يشاركون في ذلك مشاركة يعني فاعلة ومؤثرة. سوى لجنة ما شفنا شيء. شوف كثير من القضايا، أنا رجل الآن أنا مرشح، طيب وأنظر إلى هذا الأمر من مقياس الهالة الإعلامية والدعاية. يعني أنا أبي ألمع لنفسي على أساس أن استقبلني، أبي أتكلم كلام حلو صحيح، أبي أطرح بعض أفكار. يعني أنا أعرف لك بعض ناس جاب يعني حط له برنامج فيه كتاب، والكتاب هذا ترجم إلى العربية أساسا مأخوذ من أمريكا وغير أمريكا، وقال هذا برنامج الانتخابي، يضحكون على الناس. ينبغي للناخب، ينبغي للناخب أن يتحقق بشكل يعني أكثر من أي إنسان يطرح نفسه في الانتخابات. القضية مو قضية أشكال أو ألوان أو صور أو أسماء أو قبائل أو شهادات،
يعني حقيقة خذلونا كثير ممن يحملون هذه الصفات. خلنا نسترسل لأن عندنا أسئلة كثيرة لك أستاذ عجاج. ما رأيك بالنواب الغبيطة اللي أثاروا حفيظة الشارع الكويتي؟ إذا ثبت هذا فهم حرامية مرتشين. إذا ثبت عليهم. نعم. ما رأيك في أداء الأخوان المسلمين تحت قبة عبد الله السالم الأعضاء مع الأصحاب؟ أو الإسلاميين. الإسلاميين. والله شوف أنا رأيي واضح في قضية التحزبات. ترفضها؟ أرفضها رفض قاطع. لها تأثير على الكويت؟ أكيد لها تأثير لأن لها مساومات أحيانا للحكومة في أخذ حقائب وزارية. مصالح شخصية. نعم مصالح شخصية ضيقة جدا وهذا ثابت على يعني على مدى أكثر من 20 سنة عندنا في الكويت